يعني امتى هنقدر نقول ان جمهورية مصر العربية انتهت من الزوائد دي العشوائية بالتصنيف بتاعها الغير امنة دي؟ لا الغير امنة وغيرها العشوائيات، الغير امنة دي ان شاء الله في 2018 المكمل ده، يعني دول حضرتك مساحات كبيرة جدا، اعتقد انها مش تاخد لها اقل من 5 ل10 سنين بعد كده. من 5 ل10 سنين. في اي حاجة لازم نعرفها قبل ما نختم؟ الحاجة بس هي ان احنا بنشتغل مع الاهالي، ما عادش بيخرج من المنطقة غصب عنه، كل حاجة بتتم بالتراضي. وتاني حاجة ان احنا شغالين على مستوى الجمهورية كلها. وتالت حاجة ان في ارادة سياسية، في ارادة سياسية حقيقية النهاردة من اول رئيس الجمهورية واحنا نازلين لحد عندي، ان احنا نشتغل على العشوائيات ونطورها تطوير حقيقي ان شاء الله. مش عايز تلفت الانتباه شوية للأماكن اللي الإعلام اشتغل عليها، يعني زي بطن البقرة، زي يعني في أسماء كده، الدنيا عزبة خير الله، في حتت كده الإعلام وخاصة في السنوات العجيبة اللي عشناها من 2011، في حتت فجأة لقينا يعني كاميرات الغرب نازلة تصورها. نعم، اغلب المناطق دي في القاهره اللي هي لها اهتمام اعلامي في القاهره. وزي ما قلت لحضرتك في 2018 هيحدث اختلاف كبير قوي في المناطق دي في القاهره. ان شاء الله. ويعني واحنا بنتكلم في مناطق كتير قوي ابتدت تتطور، لان اهاليها ابتدوا يروحوا لاسمرات ومناطق اخرى، وابتدى يحصل تطوير حقيقي في المناطق دي كلها. طيب.